النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها مع صاع من تمر. وهذا هو خيار التدليس. ومثل هذا يحصل في السيارات، قد تكون السيارة فيها فساد في ماكينتها وتخرج دخانا أزرق يدل على فساد في الماكينة، فيضع البعض زيتا اسمه استب، فإذا جربها لم يجد هذا الدخان، فإذا غير الزيت وجد أن هذا الدخان قد أتى، هذا خيار تدليس ومحرم لا يجوز.